شبك محمد عيسى، حاولت اجيب له عصير قهوه ما معلومه. اذا شطفت من الاعداد ولقيت مسوي زي كذا اعرف ان في مصيبه. ترى مسجل عليك 15 من انت ببراج. وين شفت ابتسامه زي كذا؟ يا كثر ما بس انت براج ابتسم لي هو قبل يومين. انا ابتسم لي اللي توصل له. ابعد عن كل شيء ممنوع. شوف لا شوف هو كل ممنوع مرغوب. الله صح ولا لا؟ صح. وانا ما اقول لكم انا المثالي ولا انتم المثاليين، كلكم نصابين جايين هنا تحرقون. صح ولا لا؟ صح. لا راح على بعضنا. تقعد تقول لي انا 90 يوم ما راح اهرب، 90 يوم ما راح احرق. لا عرفت شلون؟ فانت يعني اللي يبعد عنه، والله اقولها لكم انا الصادق يا اللي يبعدوا باقي دقيقتين، اللي يبعدوا عنها الجوال. دقيقتين؟ ليه؟ الجوال هو اهم شيء. هرب هرب. ابعد عن الجوال. لان الجوال ترى هو اللي يقلب نفسيه. الحين 45 لو 10 دقائق يا هزاع. يلا يا اخوان ما بقول لو 10 دقائق. عرفت شلون؟ فانا اقول لكم الجواب اهرب. احنا مديرنا القدير والانيق والجميل ابو عبد الله دلينا اخر دلع. ابو عبد الله من هو؟ كليب. بالله معطيكم جوالاتكم. دلينا. تخيل ايش يقول؟ توقع. ها؟ ها؟ قلت بغلق قفل. كل يوم يعطينا جواب. كل يوم. خلاص قفل. قفل ايش؟ وقت. شوف يا اخوان. طيب الحين خلاص 10 دقائق. طيب كم باقي له؟ دقيقه. كم باقي الوقت يا ابو محمد؟ دقيقه ونص يا اخوان. وقفل قفل خلاص فك. ما بقى شيء يا اخواني. طيب عطنا صحن كبير يا اخوان. ما بقى شيء. لا هذا بس هذا بيكفي. هذه هي مشتوى التصل. يا عيال انذار يا شباب انذار على الرياض انطاء. ايوه انتوا قاعدوا انذار يقول لك مطر وبرديه. وين اخذك يا ويله يا رجال؟ بعدين يا عيال بسالكم، ترى عبد الرحمن كليب ماخذ بمزحمي يقلط عليه؟ لا وين؟ لا رايح للحسن الحين. لا موجود. لا راح للحسن عند ام الزوال. اجل يصرفكم. يوم قال راح للحسن بغيت اخاوي جاني تكفي. يصرفكم تاك امس جاي من الحسن. لا لا والله راح اقلط على كليب الى تواصل. ليه؟ كليب رجال كفو. يا رجال رجال اسمع 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 العذر. رجال كفو بس انا ما اشوفه انسان عادي. انسان عادي؟ اكثر مويه. ليه؟ عشان يصير ترغبه. يعني انت بنقاط منه ولا لا نقاط؟ لا مصلحه بلا. لا والله يا اخي غبي اقولها واصرح انه رجال كفو حقاني اللي لكلك ولي مملك. والله ونعم والله ونعم ابو عبد الله ويستاهل وكفو ودندون وشغموم. لا معلش الشغموم الزايد زايد لك البيضاء. واحد طق بعلمك سيره ذاتيه عن زايد بسرعه. تدري اني ما اعرفه لكن حبيت الرجل ذا من اعطاني 50 نقطه ويد الله وجهه. صل على نبيك. يصحى من النوم كذا على طول يغسل وجهه يصلي ويدخل المطبخ معه القمقم ذا نفس ذا ومعه الدله. الظاهر انها هذه تدلته. عرفت شلون؟ ثم يجي هنا ثم يشغل الغاز ثم يتكي لين ما تفوح وتضبط الا احد من عياه شاطفه ويضحك ويسولف ياخذ القدوع اللي زي كذا. اغسله. ياخذ القدوع اللي زي كذا ثم يطلع يسوي له فرشه ثم يتكي تقهى ويتجمعون عنده. هذا جوي والله. عرفت شلون؟ ثم يطول العمر والله الوضع ما ينفع طق جاب له ذبيحه. والله من يصلخها. شفت الخزانه اللي برا؟ نحطه مقدم عندنا. صعب شفت وكانوا بيحطونه مطبخ. شفت الخزانه اللي برا؟ معلقه الذبيحه يطبخها هنا على القدر. حي عينه. والله العظيم اللي ونعم وكل شوف كل اللي في النسخه ترى عندنا صدق يمكن انتم شفتوهم ويمكن ما تابعتوهم لكن والله العظيم تعرفون الكلام ذا بعدين نهايه البرنامج. الكلام ذا اللي اقوله ترى لهم ذكريات وبتقولون يا اخي انا هذا اطيب من ذا وذا اطيب من ذا. يا اخي كلكم طيبين انتم وش سالفتكم؟ عرفت شلون؟ بيجيك يا عيال ما فيكم الرذي. شوف الناس كلهم طيبين. كلكم كل واحد اطيب من الثاني ترى تلهد يلهد الموضوع. عرفت شلون؟ الله 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 لا يفرقكم. امين. الله لا يفرقكم يا والله. الله الله نغمه حزينه يا اخوان جمعتهم. مقادير يا انا بسم الله وخلص بسم الله على اقرم وين؟ اتمقتني البقره اللي تاخذون منك فيها. اي صح ما خليه يقيم منه.